اللي بدخلوا عشان شحنة اللايكات والاشتراكات. أمانة تحطوا لي لايك إذا بتحبوا الله، حطوا لي لايك يا رب صخر كرش كل واحد حط لي لايك. الناس اللي بتدخل عشان تعمل إعلان لصفحتها من بعد إذن صاحب المنشور، ممكن تلقوا نظرة على حسابي؟ إلقوا نظرة على حسابي، والله ما بتخسروا إشي. فئة الناس اللي بيسيبوا الفيديو شغال وبينزلوا يقرأوا التعليقات تحت. يا جماعة مين سايب الفيديو شغال وقاعد بقرأ في التعليقات؟ اللي عنده مرض قراءة التعليقات يصف جنبي. الأشخاص الحقودين، يا الله ديش سنخة، الفيديو بيض حرفيا، يا الله تكبر الدمك تتمسخر وبتنتقد كل شيء. شالتك مش زابطة، زبطتي هالمرة الجاية. لوزتك مش كتير حلوة، اشتري غيرها او البسي غيرها، ما تلبسيها تاني مرة. شو هذا؟ اللي بدخلوا في التعليقات يعملوا مشاكل. شو؟ شالتك مش حلوة زبطيها، ولبسك لوزتك مش حلوة اشتري غيرها ولبسيها. وانت شو دخلك؟ انت شو دخلك فيها؟ انت شو حشرك؟ تلبس اللي بدها اياه، تلف الشالة زي ما بدها. شو هذا؟ هي حرة. اللي بجامل في التعليقات، اوه ماي جود حبيبتي بتجنني، واو اللبسة بتشل، مش قادرة حموت من جمالك يا روحي احلاكي. اللي بتسابقوا في التعليقات وعلى انا اول وانا تاني. اول 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 في واحد غيري كاتب الاول، انا الاولى. اوكي انا اول تعليق مش انتي. اللي بيدققوا بادق التفاصيل، شفتوا الدبانة اللي مرت في الدقيقة 36 ثانية؟ طيب شفتوا في الدقيقة 57 ثانية لما بينت طرف ايدي